بشتغل في الـ في الـ في الـ في الزمن اللي احنا عايزينه، يعني مش ملتزم بان انا اسلم في وقت معين وان انا اعمل حاجه. طبعا عندنا ده بالنسبه للمهرجانات، بس في الاخر دي حاجه انا شخصيا نفسي اعملها بقالي فتره، وعمرو برضه بقالي فتره بيشتغل عليها وبيشتغل في الكتابه وكاتب فيلم طويل. فالخطه ان احنا نعمل فيلمين قصيرين وفيلم طويل. بالنسبه للافلام القصيره مش قوي، وكمان انا اكتشفت ان انا بقالي 14 سنه شغال في المجال، فاعرف ناس كتير في كل الاقسام. بصراحه في ناس كتيره جدا وقفت معانا في كل الاقسام، في ناس معظم الناس هي من غير اجر او باجر رمزي، يعني او اللي خدوا اجر خدوا اجر رمزي. الحاجه الوحيده اللي كلفتنا هي كانت تأجير المعدات جدي، وطبعا هيكلفنا في البوست برودكشن. بس في الاخر هو ريسك انا يعني مستعد ان انا اخده، وحابب ان انا اخده، وحاسس ان انا بستثمر في ان انا اتعلم.